ارتفاع على درجات الحرارة يوم الجمعة وكتلة حارة السبت والأحد وطقس مغبر في البادية والصحراء والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. إذن تبقى الأجواء ربيعية لطيفة في عامة مناطق المملكة لهذه الليلة ويوم الغد، إلى أن يبدأ تأثر المملكة بالكتلة الهوائية يوم الجمعة والسبت. وبالنظر إلى خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، نجد أن الأجواء تكون لطيفة يوم الخميس بمشيئة الله، إلى أن يبدأ تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية يوم الجمعة ونشاهد الارتفاع الواضح على درجات الحرارة، وتكون ذروة هذه الحالة يوم السبت بمشيئة الله. لذلك نود التنبيه من عدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس يوم السبت والأحد والإكثار من شرب السوائل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 14 درجة مئوية، ومتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 12 كيلومتر في الساعة. ننتقل لمعرفة ثلاثة أيام القادمة والأجواء في العاصمة عمان، حيث يوم الجمعة تكون درجات الحرارة 27 والأجواء صافية نهارا وليلا، تكون درجة الحرارة 20 درجة مئوية. أما يوم السبت فتكون الأجواء غائمة جزئيا، لتكون درجة الحرارة 34 درجة مئوية وليلا 25 درجة مئوية. أما يوم الأحد فهنالك أتربة مثارة، لتكون درجة الحرارة 29 درجة مئوية و14 درجة ليلا. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، حيث الأجواء تكون مشمسة، 30 درجة مئوية نهارا و21 درجة ليلا. في المفرق 30 درجة نهارا 19 درجة ليلا، جرش 30 إلى 21 ليلا، عجلون 28 إلى 21 درجة ليلا. أما في المناطق الوسطى، عمان من 27 إلى 20، في الزرقاء من 30 إلى 20 درجة مئوية، في البلقاء من 27 إلى 22 درجة مئوية، في مادبة 28 إلى 20 درجة مئوية. أما في البحر الميت فتكون الأجواء حارة جدا، لتكون درجة الحرارة 35 درجة مئوية نهارا و27 درجة مئوية ليلا. في المناطق الجنوبية من الكرك 28 نهارا 20 ليلا، في الطفيلة من 26 إلى 21، في معان من 30 إلى 19 درجة مئوية، في جبال الشراه من 25 إلى 19 درجة مئوية، وفي العقبة أيضا الأجواء تكون حارة جدا، لتكون درجة الحرارة نهارا 37 درجة مئوية وليلا 29 درجة مئوية. أما في الرويشد من 29 إلى 17، في الصفاوي من 32 إلى 17 درجة مئوية، وأخيرا في الأزرق من 32 إلى 19 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.